على خلاف كثير من المرضى المرتادين للمراكز الصحية، وحدها أمراض النساء الأشد فتكاً بحياتهن مع تزايد معدلات الحوامل والمرضعات وتدني الوعي المجتمعي بالتنظيم، وهو الأمر الذي تعثرت معه مهام التوعية الإنجابية لهذه المتطوعة وغيرها بالمناطق التهامية شمال محافظة حجة. والله كثير وضعهم صعب، يعني تكون حتى جسمها وشكلها يعني خلاص ما تتحملش، ونقول له انكم ما تتحملون كذا يقولوا خلاص احنا متعودين على هذا الشيء، واحنا في محيطنا كذا نتعاون، يعني نقول لهم تعاونوا معنا يقولوا خلاص احنا قلنا متعودين. يكون الوحده واصل يعني شكلها هزيل وطفلها، يحتاجون الى توعيه اكثر واهتمام اكثر. تفاقم مشاكل الصحة الإنجابية من معاناة آلاف النساء مع انعدام الأمن الغذائي وتفشي الجهل والفقر، لا سيما في المديريات التهامية، وتتعقد معه الخدمات الصحية المنقذة لحياتهن ومعهن المواليد. تكون ناصد عن تعبانة، وأيام الحمل تكون من 6 إلى 7 الدم، درجة الدم عندها، يعني يكون المواليد يخرجون يعني أكثرهم سوء تغذية عندنا في هذه المنطقة. أكثرهم من 11 يعني فاصل من 10 إلى 9 يكون سوء تغذية حاد وخيف، ويكون النساء يعني تعبانات في الشهر 9 و8 خلاص، يعني تكون تعبانة من دم حقها ناقص، يعني تكون عندها سوء تغذية ناقصة سوائل. صندوق الأمم المتحدة للسكان كان أعلن مطلع الشهر الجاري تلقيه تمويلاً بقرابة 1,000,000 دولار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية لأكثر من 50,000 امرأة في محافظات حجة وتعز والحديدة، حيث الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، من بين أكثر من 5,000,000 امرأة تعاني في سن الإنجاب من وصول محدود إلى خدمات الصحة الإنجابية، بينهن 1,500,000 من النساء الحوامل والمرضعات المعرضات للإصابة بسوء التغذية الحاد خلال العام الجاري، وولادة أطفال مصابين بسوء التغذية. آلاف النساء هنا في المناطق المحررة شمالي المحافظة لم تشملهم منذ سنوات أي خدمات أممية لرعاية الصحة الإنجابية، بما فيها التمويل الجديد هذا العام، ما يجعل الأهالي والنازحين منسيين في منطقة معزولة ومحاصرة. محمد يوسف، قناة بلقيس، محافظة حجة.